ازيك يا شعب؟ طبعا يا شعب، انت عارف زي ما انا عارف ان اكبر مشكله في مصر هي الزحمه. اشمعنى الزحمه دون عن بقيه المشاكل؟ عشان الزحمه بتاثر على كل الناس، مش بنفس القدر طبعا، لكن الزحمه طاعون لما بيصيب القوم بيصيبهم كلهم. طالما مفيش هليكوبتر وكده يبقى الزحمه هتعورك، يعني هتعورك. في ناس بتتعور بانها تروح مشوار عبيط ياخدوه على رجليهم في 5 دقائق بس، ياخدوه بالعربيه او مواصلات في نص ساعه. في ناس بتتعور بانها تروح شغل في ساعتين، وناس بتروح شغل في 4 ساعات. في حد يروح شغل في 4 ساعات؟ يروح يشتغل ايه لما يروح شغل في 4 ساعات؟ انت بتهزر يا شعب؟ لا مش انت صحيح اللي بتهزر، ده انا الحكومه. لا مش انا صحيح، ده حكومه الصبح هي اللي شغلتها تصلح الحكايه دي. انا شغلتي اقول لكم حكومه الصبح المفروض تعمل ايه بس. كل ما تسمع ناس بيتكلموا عن الزحمه تسمع على طول سيره الميكروباص، يليها في العاده مجموعه مختاره بعنايه من الشتائم. الناس فاكرين الميكروباص هو سبب الازمه، مع ان في الحقيقه الميكروباص علاج للازمه، مش أزمة الزحمة، أزمة المواصلات. فلما يجي الميكروباص يحل أزمة المواصلات بيروح عامل أزمة زحمة، حاجة كده شبه جيت ألم البنطلون الجاكيتة ضربت. وصحيح أغلب سواقين ميكروباص سلوكهم زي الزفت، وصحيح ما بيستعملوش المواقف بتاعتهم وبيقفوا في أي حتة وبينزلوا ناس في نص الشارع وبياخدوا غرز وبيغلوا الأجرة على مزاجهم وبيعدوا الأجرة دي وهم سايقين، وكتير من عربياتهم بتطلع حباب أسود وبيمشوا عكسي وغيره وغيره. لكن كل ده مش غلطتهم، الدولة ما تراقبش الناس وتسيبهم يعملوا على مزاجهم ما تشتكيش من مزاجهم، سهلة. لكن في كل الأحوال الميكروباص اللي أنت بتشتمه ده يا شعب هو اللي بيودي المصريين الشغل، هو وسيلة المواصلات الأكثر استعمالا في مصر، نمرة واحد، ويمكن ده سبب في إن الدولة سايباهم يعملوا نفسهم فيه، مش هم اللي بيودوا الناس شغل. عارف يا شعب بالمرة إيه وسيلة المواصلات نمرة 2؟ التوك توك. فأول حل عندك يا شعب إنك تخليك حلو كده وتحمد ربنا على نعمة الميكروباص وتقعد جنب السواق وأنت ساكت، وما تعترضش لو لقيته حاطط على التابلوه فرو أو كم مهول من المرايات، أو حاطط صورته وهو على البحر، أو صورة ابنه وهو لابس بدلة ظابط، أو مركب سماعات عالية جدا وصوتها وحش، وما بيسمعش فيها غير تلك الموسيقى لا مؤاخذة اللي بيسموها مهرجانات. ولو سايق تمشي ورا الميكروباص تنهل من الحكم اللي بتتكتب على ظهره، بنزين في التانك ولا مليون في البنك، رميت همومي في البحر، طلع السمك يلطم، البرنس علاء والبرنسيسة نغم، ما تفتكرش إنها ورث، دي جاية بخلع الدرس. يعني ناس بيوصلوا الشعب الشغل وبينشروا بينهم الحكمة، عايز إيه تاني أنت؟ الحل التاني بقى صحيح ان يبقى عندنا شبكه مواصلات هي اللي تودي الناس الشغل وتروحهم بيوتهم بعد الشغل، وسائقين الميكروباص دول كلهم نلاقي لهم شغلانه بقى يشتغلوها، فيركبوا المواصلات العامه يروحوا بيها الشغل هم كمان. ان الميكروباص هو وسيله المواصلات نمره واحد في المحروسه ويليها التوك توك، ده مش تكهن على فكره، ده المركزي للتعبئه والاحصاء في اخر ديسمبر 2009 هو اللي قال. وبعد الميكروباص والتوك توك بيجي التاكسي العادي بالوان مختلفه، وفي ذيل القائمه تاتي اتوبيسات النقل العام. يعني ببساطة نظريتنا عن المواصلات هي تحديدا عكس المفروض، عشان كده شوارع حضرتك عاملة كده والعياذ بالله. في أوروبا والدول المتقدمة مفيش حاجة اسمها مدينة كبيرة كده سكانها بملايين الدولة ما عندهاش فكرة هم هيروح شغل ازاي، بل وإن الدول دي بيفكروا طول الوقت ازاي حتى اللي عنده عربية يحس إنه مش محتاجها فيبيعها ويركب مواصلات. ليه تفتكر يا شعب؟ عشان أغلب العربيات بيبقى فيها راكب نفر واحد، والحيز اللي بتاخده عربيتين ونص كده تقريبا، قول 3 عربيات في الشارع، هو نفس الحيز اللي بياخده عدد واحد اتوبيس. اتوبيس النقل العام في مصر فيه 32 كرسي وفي مكان لقدهم تقريبا يقف، قول ممكن يشيل 60 بني ادم. نفس الحيز ده بيشغلوه 3 افراد راكبين 3 عربيات، او حوالي تلت العدد ده راكبين ميكروباصين 2. فلما شبكه المواصلات تبقى محترم الناس بتركب اتوبيس ومترو وترام وما بيسوقوش عربياتهم غير لما يحتاجوا، ولما ما تبقاش محترمه ال 60 بني ادم بيركبوا 60 عربيه، أو في الحقيقة 3,400,000 بني آدم اللي عندهم عربيات بيركبوها كلهم. فتلاقي حضرتك يا شعب إن 86% من المصريين ما عندهمش عربيات أصلاً، بس تمشي في أي شارع تلاقي العربيات تسد عين الشمس. شهانة، ما بتركبيش أتوبيس ليه؟ لا يعني انا دلوقتي لا بحس نفسي اشوفك في الاتوبيس. لا صعب، مش الايام دي، مش عشان حاجه، بس انا بقيت احس انه المواصلات العامه عامه حاليا مش لينا، مش البنات، يعني بقت اسهل مكان التحرش والشارع يعني. مش البنات، لا بس المواصلات العامه يا جماعه يا مصر مش البنات عموما. لا يعني انا لما كنت بركب المترو لا يعني صعب. عربية الستات صعب. حتى؟ لا كل حاجة. ده عربية الستات. اسأل عيا على عربية الستات. يعني عربية الستات حروش؟ عربية الستات انا في واحدة نفسها هي هجمت عليا فيها، يعني هي قررت ان هي هتضربني جامد جدا بضهري، ظهرها في ظهري، بقت بضهرها بتزقني جامد جدا، وقعدت تقول لي وسعي انت عامله زحمه، وانا كنت ارفع واحده في المترو. انت عامله زحمه يا لولو؟ والله العظيم عايز اقول لك ان هي قد 3 مرات، بس انا اللي عامله زحمه
فواحده تانية اللي لحقتني يعني. طيب يلا الناس ذاكرتوا ايه في موضوع المصدر؟ تذكره وانا جاي النهارده لمقر الحكومه وقلت لازم احتفظ بيها. حكيت لنا العام القاهره 1 جنيه. ده بتاع ايه؟ اتوبيس؟ اوكي. طب يلا احكوا لنا. ها. مين عايز يبدا بمشاريع المواصلات اللي اثرت فيه اكزامبل البرازيل؟ يلا حتى كنا قلناها قبل كده ان هما جربوا الاكسبيرمنت بتاعتهم ان هما يوم في الاسبوع نوع معين من العربيات او جزء معين من العربيات سبع العربيات اللي موجوده في البلد ممنوع ان هي تمشي. اوكي ده لسه الاول احنا ما بنتكلمش في موضوع المواصلات دلوقتي تعالى نتكلم الاول في مشاريع بتاعت المواصلات وبعدين نتكلم في مشاريع بتاعت تقليل العربيات. بس لازم الاثنين لازم اقلل العربيات وازود معاها النقل العام. هو اوريدي الدنيا زحمه. هو في الحقيقه اللي معتمد عليه ان انا الاول لازم اعمل مواصلات الناس شهانه تعرف تركبها وبعدين اقول له شهانه انت بتركب عربيتك ليه شهانه كل يوم كده يعني صح. الاول ده ولازم ادخل معاه مكمل بولينج ان الناس هنعمل كده في النص تاني دلوقتي مشاريع المواصلات الاول. لا انا بقول على فكره البرازيل. البرازيل عندها او ساو باولو اكتر مدينه فيها ازدحام سكاني في العالم وعندهم اكبر شبكه مترو في العالم واكثرها كثافه وده الحل الامثل هو التحرك تحت الارض. احنا شبكه المترو بتاعنا للاسف يعني في مناطق مهمه جدا وحاجات محوريه مش مغطيها يعني انا دلوقتي سكان اكتوبر عشان بنزل بتبهدل. هو اصلا لا لعنه اكتوبر كلها من يوم ما اتعملت بالظبط يعني ما ينفعش تعمل مدينه وفيها مناطق صناعيه ومن غير ما يبقى في شبكه مواصلات محترمه. الميكروباص طبعا هو الحل يعني اللي هو مش حاجه الحكومه بتعملها. هو المفروض طبعا يعني هو مبدئيا على كلام سيف ان المواصلات المفروض انها تبقى لكل الناس يعني ما ينفعش اصلا تبقى مواصلات لفئه بعينها والفئات الثانيه بتركب حاجات ثانيه خاصه او بفلوس اغلى او بعربيات او كده. من حاجه مهمه جدا بقى اساسا اصلا هديه الانظمه الديمقراطيه انها في الاخر كل الناس بيبقوا طبقه متوسطه كل الناس لما يبقوا طبقه متوسطه كلهم بيركبوا مترو مع بعض. فيبقى رئيس الوزراء راكب جنب الموظف بتاعه في نفس عربيه المترو بل ممكن يبقى رئيس الوزراء واقف والموظف هو اللي قاعد. بالظبط. اخر مطاف يعني. انا شفت ده الحقيقه في يعني شفت ازاي كل الناس من كل الطبقات بتركب مواصلات عامه لان المواصلات العامه فعلا حالتها كويسه في برلين في المانيا. بس شفت حاجه ثانيه كانت لطيفه جدا. شفت عربيات كده كان شكلها غريب منتشره في الشوارع وبتاع وسالت اصدقاء هناك فقالوا لي ان دي عربيات هي حاجه شبه التاكسي بس هي مش تاكسي هي يعني بتعمل لها اشتراك وبكارت كده فلما بتحتاج تاخد العربيه دي عشان تروح مشوار معين بتشوف ابلكيشن كده على الموبايل او على الانترنت او سوري او تكلمه في التليفون تشوف اقرب عربيه ليك فين وتروح رايح سايقها رايح بيها مشوار وسايبها عشان مواطن تاني عامل برضو الاشتراك ده يروح واخدها وسايقها ورايح بيها مشوار تاني. عمليه سهله تخلي الناس كتير من ما عشان تقلل ما يعرفوش يركبوا مواصلات برضو بس يبقى عندهم بيحتاجوا عربيات وقت قليل موجود في العجله خلاص انقلوا الحكايه دي يلا على كلمه تاني كان عندك عايز تتكلم على الكاربولينج عندك حاجه تقولها فيه. لا خالص السيستم ده كان موجود في العجل اكتر بكتير قوي موجود في نيويورك في كل مدن اوروبا كبيره دلوقتي في محطات بتاعه محطات العجل اللي هي بتروح انت تبقى مشترك في الحكايه دي تروح تاخد العجله تروح تركنها في المحطه اللي بعدها بتاخدها فتره كده يعني من غير ما تدفع فلوس اصلا بعد ساعه بتدفع فلوس بسيطه وهكذا. وده مشروع يعني هو وحاره العجل ومصنع العجل المصري بيعمل عجله ثمنها 300 400 500 جنيه ينفع كل الناس يركبوها. هي من مفاتيح حل الازمه لانها بتشيل عبء كبير من الشوارع فورا وبتحسن صحه الناس وبتعمل حاجات كويسه. لا هي الفكره ان في شركات مثلا بتبقى عامله اتوبيسات خاصه ليها توصل الموظفين وترجعهم. اللي بيجنني الناس اللي هي ما بتحبش تصحى الساعه البدري دي فبتقرر ان هي لا انا مش هصحى الساعه البدري دي وهروح بعربيتي. انت بتعمل زحمه زياده لمجرد ان انت مش عايز تاخد اتوبيس عشان هتصحى بدري ساعه غير الناس اللي ما بتحبش ثانيه لا ثانية يعني ايه؟ حقه في ايه؟ ما ينفعش تطلبي منه ان هو يصحى بدري يعني ما هو مش حل ان يصحى بدري بقى عشان تفضي تخيلوا لما تلاقي حد منهم يا علي بيتخانق معاه ايه تاني حاجات من اللي بتقلل خلاص انتوا اتكلمتوا بقى عن حاجات اللي بتقلل العربيات من الشارع من غير ما الناس قبل ما نصلح المواصلات ولا حاجه
عملنا كاربولينج، يعني رحنا كل واحد، كل الناس اتفقوا مع الناس اللي عندهم في الشغل، فبقى مش كل واحد 50 موظف بيروح ب 50 عربيه كل يوم، لا الناس بتشترك مع بعض، ده انا اوصلك النهارده انت هتوصل لي بكره، في مشاريع من بتاعه ممكن مستثمرين يعملوه يستعملوها، زي المشروع هدير ذكرته من عند الالمان، الامريكان عندهم مشروع شبيه بيعملوا جراج كده فيه مختلف انواع العربيات، فانت كمان لما بتشترك فيه بيبقى جنب بيتك، بتروح عايز تروح سوبر ماركت تروح تاخد عربيه صغيره، عايز تروح سهره حلوه تروح تاخد عربيه كبيره وهكذا. ايه كمان في التجربه، سوري، في تجربه شفت في قريت عنها في طوكيو، ان هم بيبتدوا يقولوا الناس، يعني دراسه للترافيك او للمرور يعني، وبعدين بتقول الناس والله في الراش اور او اكتر ساعات ازدحاما في اليوم مثلا الساعه 4 والساعه 7، فابتدي يقولوا للناس بتعمل رساله توعيه في الاعلام وكده، يا جماعه لو سمحتوا انت عندكش حاجه يعني طارئه ما تنزلش في الساعات دي، ويبتدوا يخفضوا اسعار المواصلات العامه في الساعات اللي مش راش اور، فاللي هو فالناس تبقى تعايز تنزل الساعه 2 عشان عشان اوفر فكره حلوه. بس عايز اقول سريعا المقياس بتاع الكهرباء ده، قالوا لي كل ما ابص عليه الاقيه الاحمال مرتفعه. ايوه انا بس الاكزامبل اللي علي كان بيقول عليه في البرازيل برضو حاصل في المكسيك وبرضو حاصل في بيجينج، فلما ثلاث دول كبيره كده ماشيه بالطريقه دي يعني حاسه اكيد فيها حاجه صح. طب ليه ما نجربهاش، ليه ما ندرسهاش؟ لان هم يعني في بيجينج قللت في اليوم 700 الف عربيه. طب ما نبص اصلا في الفكره دي، يعني ليه لا، يعني محتاجين نبص. مرسي يا ولاد، يلا بينا. اتفضل يا استاذ الفريد. سلامات، منور الحكومه. متشكر. اتفضل. جيت بايه النهارده صحيح؟ جيت بالعربيه.